التي غتبقى ليكونومي جوست بوغ حيت ما جبتيش واحد ليكول كنتي عاجباك وقلتي اوكي غندير ليكونومي غير باش نبقى هاد العام وفي العام الجاي غادي نبدل. الا كنتي سي جون دو بروفيل جو بونس با كو لو سي جي سي لا ميور سي لو ميور شو. دابا سوفيا كان باقي بي سي ويعني راكم عارفين خيرا كيدير صالين صام فهمتوني هادي الطريقة معروفة ميتسين. علاش سفيان مشيتي للونسير؟ دابا نخليكم مع الانجينيوري مع امين وزهير. امين كلاس بريب ام بي اس اي كان معنا في الحلقه اللي فاتت وزهير اللي والله كاين معنا في الحلقه اللي داير ايكول بريفي سميتها اس تي بريبا انتيغري جيني انفورماتيك فلسطين. مزيان يلا كل واحد يقدم راسه واحد نتفرج نبداو بك بدا في المريضات ولكن مرحبا كنت أمين الخديسي كنقرا في كلاس بريبا ام بي اس اي وطالع ان شاء الله الام بي كلاس بريبا لا ريزيدونس دو مارس و متى سي زوير؟ انايا كما قلت قبيله كلاس بريبا انتيغري لي سيم لي سيم كاين في عندي زعما لا فيليير جيني انفورماتيك. السنة الثانية بكالوريا كيفاش بدأنا فيليير صاريتي؟ صاري سيونس مات بي حيت انت ما كنتيش كتحمل الاس في تي ولا غير حبا في الاس اي؟ لا حيت لا ماشي 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 100% على قبل بسبب الاس في تي. لا حيت اصلا كانت كتعجبني الانجينيوري من كما قال سفيان في واحد اللقطه كان كيقول كان مركز على الانجينيوري حتى انا كنت في طونكوما زعما كانت كتعجبني الانجينيوري وبقيت على هذا المنهج هذا صافي حتى وصل الباك قلت فكرت في من ناحيه ان من ناحيه الاس في تي حيت اذا اختار اي سيونس مات او غنقرا الاس في تي وزعما شفت في العام السيزيام قلت ما كنتش كنفهم مزيان الاس في تي المهم ما كنتش كنفهم مزيان وفهمتي داكشي علاش قلت اللهم ندير سيونس مات بي واخا سيونس دانجينيوري ما عمري ما قريتها ولكن كتعجبني انجينيوري دونك اختاريت سيونس مات بي. وبالنسبه كيفاش بالنسبه للمواد ديال الوطني كيفاش قديتي تما فوقاش بديتي بوجداد وكيفاش بريباريتي الوطني؟ وهذه مهم هذه نصيحه مهم كيعطيوها لنا الاساتذه ونعطيوها لكم حتى هنايا. المهم حاولوا تبداو القرايه من الاول العام ماشي حتى الاخر حيت كاين شي واحد كيخليوها حتى الاخر وفهمتي كتجي صعيبه شويه. انا درت خطا واحد المهم في الفلسفه ما كنتش ما حفظتش الوضع البشري فهمتي كل شيء دار ماشي غير بحال اللي حفظهم غير الوضع البشري شي جزء واحد اخر. داكشي المهم كاين اللي عتق راسو وما حفظ مزو اخرى فهمتي حيت في الوطني كما عرفت ما حطوش لنا الوضع البشري. المهم ما كانش ماشي مشكل. المهم دابا غنرجعوا للوطني من بعد دابا نكملوا في هذا الشيء. توجدت الوطني خص يكون تقريبا من الاول العام فهمتي. المهم بغي يقولوها لكم اساتذه اما كل مره ديروا شي درس حاولوا ديروا سورتو في الفيزيك ديروا شي ريزومي حيت اصلا هو كيطلب. المهم الاستاذ ديالكم في الفيزيك يطلب لكم تقول ديروا لي ريزومي بالسهل عليكم. المطوى الصراحه الدرس كيتعطى المهم خصك تفهموا بعدا هذه الاولى ماشي تجيو تحفظ على لي فورمول زعما المهم في الفيزيك ندوي على الفيزيك ومن بعد داكشي الاخر تفهمو وندوز الماتش. الماتش هو زعما القواعد طبق القواعد زعما خاص القواعد يطبقو وخاص الداسي تفهم مزيان وشفتو التمارين يتخدمو حيت بزاف ما كيخدموش التمارين وزعما من بعد كي زعما خاص ضروري تخدم التمارين باش اوموا تكون اجور فهمتي. حيت مثلا انا حفظت الدرس ولا المهم فهمت الدرس راني سريت الدرس الاول زعما ديال المهم نقولوا ديال الفيزيك لي زون مثلا راني حفظت كلشي ساليت كلشي وبلا التمارين راه ما كاين بحال ما دارش شي والو فهمتي. دونك خاصك هذوك لي كونيسون ديالك لي كونيسون ديالك خاصك تطبقهم في التمارين باش تعرف راسك واش فاهم ولا لا فهمتي. نختصر دغيا الباك خاصك توجدي من الاول العام وصافي
زعما كل درس تراجعو في الدار دير لي التمارين صافي، وفي السافا حفظ او موان جوج مزوقات صافي. لونجلي المهم ليس هنا، ولكن المهم اللي بغا يدير شي طريقة في لونجلي المهم دبر راسو. المهم حنا باش نختصرو باش نطوروش بزاف وندوزو ندوز المرحلة اللي مورا الباك، اللي المهم تكون مرحلة زعما ديال الترانزيسيون من المهم من العالم الدراسي للعالم الجامعي. المهم نسولك السي أمين على زعما فساليتي الباك، شنو فكرتي دير وشنو هما زعما لي زيدي ديال لي زيكول اللي كنتي باغي ديرهم؟ وهو كما قلت في الحلقه الاولى، كنت انا ديجا راس الطريق ديالي من السابعه بانني باغي ندير كلاس بريبا، دونك ما كانش عندي شي لاخر شي ايكول. هو بصح درت لا بريباسيون ديال لي كونكور ديال لانجينيوري، ولكن درتها غير هكاك كومبلون بي اللي ما طلعتش في شي كلاس بريبا، ما تقبلش فيها. مي فاش هو بديت درتها واحد جوج سيمانات، ولكن اللي لقيت بان صافي راه تقبلت الحمد لله، راه مبقيتش كنمشي. وفي الاخر كنت مشيت دوزت لي كونكور لينسا ديال لينسا ولينسام، كانوا اللي بقيت عاقل لينسا درنا الكونكور، كنا مشينا لاسفي، والكونكور ديال لينسام مشينا درناه في المحمدية. المهم الكونكور ديال الميديسين دوزو مع ضربتها بنعسة، ما عندي ما ندير، كنت نعس وكان خصني نفيق لي بكري، دونك ما نطش ليه. لو ان سي جي ما كنتش حقيقة انتيغيسي فيها، دونك ما درتوش. كنت بغيت ندير هكاك لي ميوري لي كونكور ديال الانجينيوري كيما قلت لك، انسى وننسى غير باش نتحك شويه في ديك الصيف، باش نجي ندخل البريبا ما يكونش داخل خاوي، نكون بعدا درت شي حاجه صح قليله في الصيف. مزيان. وبالنسبه بالنسبه للبريبا اللي تقبلت فيها الاولى، كنت تقبلت هي تقبلت في جوج بريبا، تقبلت في لا ريزيدونس وتقبلت في ابن غازي. هو جوج كتقبل فيهم عن طريق واحد الكونكور، هو جينيرالمون بريبا بوبليك، ما كتدخلش فيهم كونكور، ماشي كونكور، هو بحال واحد تيست دادميسيون. كنت درت تيست دادميسيون في لا ريزيدونس وتقبلت فيه، والتيست دادميسيون درتو في ابن غازي وتقبلت فيه. من بعد ابن غازي درت واحد لونتروسيان، وديك لونتروسيان حتى تقبلت فيها. كان عندي لو شوا بين سوا ندير ابن غازي ديال الرباط ولا ندير لا ريزيدونس ديال الكازا، وقلت نبقى في كازا حيت ملي زعما عندي زعما كنسكن تماك، دونك قلت نبقى فيها حيت ديجا اصلا غادي تبدل زعما نيفو ديفيكولتي ديال القرايه غادي تزاد، دونك قلت بلا ما نزيد عاوتاني حتى ديال المعيشه. بقيت كنعيش مع والديا ودرت بريبا د لا ريزيدونس، وفي نفس الوقت من بعد راه كان جاني حتى بريبا بوبليك بحال المحمد الخامس، جاتني الخنساء، جاتني الراجل كيقرا فيها صفر سيوي. ولكن كان جاوني معطلين، دونك ما حيت كاينه من بعد واحد لا ليست اكسبسيونيل، غير هو في لا ليست اكسبسيونيل كيدخلوا الناس على شهر 10 على اكتوبر، وفاش كتدخل في اكتوبر كيكونوا ديجا الناس فايتينك شويه، دونك قلت نبقى في لا ريزيدونس ملي ديجا بديت معاهم نكمل معاهم. وفي نفس الوقت راه كنخدموا نفس الحاجه، دونك ما غاديش يكونش اختلاف كبير لا فورماسيون، صافي هذا ما كان. السؤال الموالي هو كاين بنادم بزاف تقريبا زعما كيبدا يقول كيسمع كلاس بيبا كيقول ناري صعيب وناري صعيبة بزاف ما يمكنش نديرها، زعما كيبدا يتخلع فهمتي كيدوز الباك من بعد كيبدا يسولو الناس زعما على كلاس بيبا وهذا كيقول لك لا صعيبة بزاف. انت كيفاش زعما كتقدر تشرح لهاد الناس هادو زعما كلاس بريبا النيفو ديالها زعما الحقيقي؟ واش زعما على حساب واش على حساب الخدمة ولا تقدر تشرح لينا اكثر على هاد الكلاس بريبا هادي؟ وهو نبدا بعد بريبا، هو واحد العامين كدوزها، كنهضر دابا بريبا سونسيفي نفس الحاجه بريبا ايكونوميك، غير هو مع انايا في ليغ ام بي اس اي، دونك كنهضر زعما بالناس اللي باغيين يديروا ام بي اس اي ولا بي سي اس اي ولا حتى تي اس اي اللي هي ديال التكنيك. المهم عامين كدوز فيها، كدوز واحد لا فورم واحد البروغرام اللي شارجي بزاف، ومن بعد كدوز واحد الكونكور في الاخر ديال الدوزيام اني كيكون على مبازي على البروغرام ديال لي دو زاني. لان بعد لاني الاولى كتسمى سوب ولاني الثانيه كتسمى سبي، غير باش الناس اللي سمعوني كنقول سوب ولا سبي في وسط الهضره باش ما يدوخوش.
المهم في البروغرام ديال سوب و سبي كندوزو السي ان سي اللي هو كونكور ناسيونال كومان، هذا الكونكور ديال المغرب، وقبل منه في لا بيريود ديال النص ديال ابريل كندوزو لي كونكور فرونسي على حساب لي برا. بعدا لي كونكور فرونسي كتخلص عليهم باش تدوزهم، سوا كدوزهم في فرنسا، سوا اللي جبتي الدوسي كدوزو في المغرب. هذا كان باش كتجي دوز الكونكور فرونسي. كاين بزاف ديال لي زيكول فرونسيز اللي مزيانين، كاين بوليتكنيك اللي مشهوره بالكونكور اللي تبارك الله ليكس، طيب وكاين لو ان اس، كاين لو ان اس، كاين عاوتاني كدرجه اقل منها بشويه لكن حتى هي مزيانه، كاين السونترال سورتو السونترال سوبيليك، كاين لي مين اي بون، كاين عاوتاني لي بيتيت مين، كاين عاوتاني في درجه عاوتاني اقل شويه كاين لي سي سي ام بي، وعاوتاني كان عاوتاني لي زو تخوازا. المهم هادو غير باش ما يخلعوكمش الاسماء، هادو دي زيكول اللي غادي تعرفوا عليهم وانتوما كتقراو في بريبا، ماشي ضروري هما غير باش تعرفوا سميه المدرسة وصافي. المهم بالنسبه لي زيكول ماشي عندهم واحد النظام موحد ودي كويفيسيون لي موحدين، ماشي بحال مثلا الوطني اللي عندنا في المغرب ولا في الاخر. هما كيدوزو كل مدرسه عندها الكويفيسيون ديالها وعندها الامتحان ديالها. كاين دابا المدارس اللي عندهم امتحانات مشابهين ولكن كويفيسيون مبدلين، بحال اللي قلنا الاكس ولو ان اس، كاين السونترال والمين في المغرب اللي جبتي الدوسي. طبعا اللي جبتي الدوسي كاين سوا كدوز في ليدكس ديال بنكرير، سوا كدوز في ديكارت ديال الرباط، على حساب انت الجهه اللي كتقرا فيها انت اللي داير فيها بريبا. ومن بعد فاش كتسالي الكونكور ديال فرنسا كتمشي كدوز السي ان سي اللي كيدار في الاخر ديال مي بدي ديال جوان، حتى هو كتخلص عليه اللي بقات عاقل كتخلص 500 درهم باش دوز سي ان سي. من بعد كيجي الوقيته ديال ليكري، هادي اللغه زعما اللغه ديال المغرب، كدوز تي اي بي او. تي اي بي او هما كدوز واحد بحال واحد البريزونطاسيون كديرها على واحد التيم، مثلا لو تيم ديال هاد لاني هو ترانسفورماسيون ترانزيسيون كونفرسيون، كتاخد واحد لا بروبليماتيك هنا في هاد لو تيم حيت هو كيعطيو دايما دي تيم اللي كيكونوا جينيرال بزاف، وكتاخد واحد لا بروبليماتيك وتحاول تجاوب عليها انت، ماشي ضروري تعطي سوليوشن ماشي حيت انت ماشي اكسبير، ولكن تحاول سميتو تخدم عليها شويه وتبين بلي درتي شويه ديال الدوكيومونطاسيون شويه ديال خدمتي على ديك البروبليماتيك. وهذا ما كان هكا كدوز اللغه ديال المغرب. اللغه ديال فرنسا كدوز تي اي بي او بلس، او ثاني كتمشي كدوز لغه في المات، لغه في الفيزيك، لغه في بزاف ديال المواد الاس، دايما كنقراو حنايا المات الفيزيك الشيمي على حساب لافيليا اللي كيدوزو اللي كيكونوا بي سي اس اي كيطلعوا بي اس اي، كيكونوا كيكون عندهم شيمي بوحده وفيزيك بوحده، حنا كيكون عندنا كوم فيليا ام بي اس اي ام طالع ام بي، الفيزيك والشيمي ملاصقين في نفس الامتحان. كندوزو الاس اي، كندوزو لونجلي، كندوزو تراديكسيون كيما قال سي فرسيوي، كندوزو حتى الفرونسي. غير الفرونسي عندنا حنايا ما كتبقاش ديك الفرونسي اللي بحال ديال الباك، كاين لي واحد دو دوغ ديال الاشيل لي سوبليون تو لي سيتر كونتراتيب، هادو دو دوغ. وكاين دو دوغ واحد لوفر واحد اخرى ديال اديت وارسن، واحد لوفر ديال اللي بقيت عاقل سميتها ديال سبينوزا، تريتي تيولوجيكو بوليتيك. بالنسبه لعاوتاني الديسيرتاسيون، حنا كنديرو الديسيرتاسيون بالمناسبه ما كنديروش برودكسيون ايكريت كيما في الباك. في الباك حنا كنديرو برودكسيون ايكريت، كدير فيها مثلا جوج صفاحي اللي كثرتي اربعه بحال هكاك، راك كاتب بزاف. حنايا في الديسيرتاسيون راه كاين اللي كيكتب 12 صفحه ومازال كيبغي يكمل، زعما راه كتاخد حنا اصلا في الفرونسي في 4 سوايع، دونك راه كتخدم بزاف في الاخر في الفرونسي، تاخد ديسيرتاسيون كتاخد لي زارغومون لي دوغ اللي كنت قلت اللي هضرت عليهم. وعاد كاين عندنا واحد ليكزامان هو نفس الامتحان الفرونسي، كدوز الغيزومي كيعطيك واحد لابارتي ديال واحد ليكستري ماشي ديال لي دوغ، ولكن واحد ليكستري ديال شي حاجه اللي عندها علاقه بلو تيم، وانت كدير لها غيزومي. ومن بعد كاينه لابارتي ديال ديسيرتاسيون اللي حتى كدير فيها ديسيرتاسيون كنا شي 12 صفحه ولا شي حاجه بحال هكاك، وكتكون خاص تكون حافظ طبعا المنهجيه ويكون عندك فيد الفوكابولير، تكون قاري لي زوف حيت كاين بزاف اللي كيخدموا غير بلي ريزومي، هي كاين اللي كتصدق ليه بالريزومي، غير هو من الاحسن تقرا لي زوف باش تكون زعما تكون كابابل باش تقد زعما تجبد لي زارغومون يكونوا مزيانين، يكون دي زارغومون بيرسيون.
وصافي هذا ما كان، هذوما لي ماتيغ اللي كنديرو في البريب. دوين على الماط والفيزيك، زعما واش النيفو، زعما كيما كيقول بنادم واش صعيب، واش دوين على الماط والفيزيك او اس اي تاعي. هو لا ترانزيسيون من الليسي من الباك للسوب راه واحد التحول اللي كبير، سورتو كيما قلت لك في المات والفيزيك والاسي. المات والفيزيك كتبدا تقرا داكشي بلوتو تيوريك بزاف، ما كيبقاش ديك البراتيك والاخر، دونك هو كيكون صعيب، ولكن في خص ضروري كما قلت في الحلقه الاولى خص الواحد يعتاد، حيت واحد السوفت سكيل اللي خص الواحد يكون يطورو عنده اللي هو يكون كيتادابت مع اي وضع كان. دونك الحمد لله في البداية العام كنت طبعا واجهت واحد الصعوبات بزاف باش نقدر نتادابت مع هذا الريتم اللي كان سريع بزاف ديال البريبا، اللي كنا كنديرو تقريبا درس السيمانة وامتحانات كانوا كيتشيرو، الاستاذ كيدوز على الدرس راه زعما ما يعقلش عليك، راه كيدوز على الدرس ماشي غير هو الواحد خصو تقرا يخدم بوحدك. اي حاجه صعيبه، تقدم مثلا لانسام هذيك صعيبه في البدايه كما قلت الواحد هو اللي تادابطا، والحمد لله فاش كتوصل ديك النص ديال العام فاش الاخر كتبدا تحس سميتو بواحد المسؤوليه منك راك بريبا وخص ضروري دير واحد المجهود. وكنت قلت واحد الحاجه في الحلقه الاولى ديك المجهود، علاش انا فضلت البريبا باش نديرها، ديك المجهود اللي كنتي تقديرو في لينسا ولا لينسام ولا اي ايكول فيها بريبا انتيغري، هذيك العامين غادي دير في هذيك المجهود، هذيك المجهود ديرو غير بريبا العاديه، بريبا مثلا في اي بريبا بوبليك ولا بريبي كيما كانت هاديرو، راه غادي تقدر تجيب ايكول على الاقل احسن من سميتو احسن من لينسا ولا لينسام، واقل على اسوء تقدير تقدر تجيبهم هما. دونك زعما بصح هي ماشي زوينه باش دير بريبا في الاخر تجيب لينسا ولا لينسام ولا لي فيستي مثلا اللي هما حتى هما عندهم افاق طبعا، غير هو انا كنقول الاغلبيه ديال اللي كيبغيو يديروا كلاس بريبا كيبغيو يجيبوا مثلا لينسياس لينسام ليمي لو اتش تي بي ام بي تي ولا لي زيكول فرونسيز كيما قلت لكم. ودوي هنا على بزاف الناس ما عارف كيسمعوا بالكونكور ناسيونال وما عارفينش، المهم ما عارفينش عليه بزاف المعلومات. دوي هنا على الكونكور ناسيونال. هو الكونكور ناسيونال كما قلت كيدوز بلا بيريود اللي كتكون من الاخر ديال مي حتى البديل ديال جوان، هو كينظم فيه شي 4 ايام ولا 5 ايام، كدوز كل نهار دو ماتيير، هو كيكون فيه بعدا المات ما كيكونش امتحان واحد، كيكون جوج امتحانات فيزيك نفس الحاجه، كدوز مات 1 مات 2 فيزيك 1 فيزيك 2، وكيكون عاوتاني كل زعما المات والفيزيك بجوج فيهم 4 سوايع، الاس اي فيها 4 سوايع، الفرنسي فيها 4 سوايع، العربية اللي ولا التخادكسيون هي حقيقة كدوز ساعتين، حتى التخادكسيون كتكون في العادة سهلة، كيعطيوك مثلا كتعطيك واحد الباساج حيت كتكون خدمتي واحد النصوص في السيبوست بي، كدوز كيعطيوك واحد ليكستخيم ديك النصوص، واحد اكستخيم الفرونسي ترجمو نتايا بالعربية واكستخيم العربية ترجمو بالفرونسي، ومن بعد كيعطيوك واحد الانشاء خصك تكتبو، هذا فيما يتعلق بالتراديكسيون. الاس اي حنا في بروميير اني، دابا نحكي على التجربه ديال بروميير اني، درنا الميكانيك فيها سينيماتيك وستاتيك، ودرنا الاوتوماتيك، وكاين تي اس اي كنظن كيقراو حتى لا سيرفيسمون كيبداو يقراو من بروميير اني، حنا عندنا في الدوزيام اني عندنا لا سيرفيسمون، عاد عندنا عاوتاني ميكانيك عاوتاني، غير هو في الميكانيك عندنا عاوتاني ديناميك وعندنا سينيماتيك اللي بقيت عاقل. المهم هادشي فيما يخص الاس اي. بالنسبة للفيزيك، فيزيك كتكون حتى هي شوية صعيبة، فيها خدمة بزاف، حتى هي تيوريك بزاف بحال المات، كدوز فيها هما الدروس اللي كاينين اللي بقيت عاقل عليهم، كاين لوبتيك جيومتريك، هادشي سوب لوبتيك جيومتريك، الكترومانيتيك، الكتروستاتيك، كاين عاوتاني الكترومانيتيك والالكتريسيتي، بعدا كاين عاوتاني عندك الشيمي بعدا بلا ما نهضرو عليها، راه تبارك الله فيها بزاف ديال الدروس بوحدها، كاين عاوتاني نتفكر كاين ميكانيك كما قلت، كاين ميكانيك كونتيك، هادشي اللي كاين كنظن، يمكن يكون نسيت شي درس ولا لا، ولكن المهم هادشي كامل تقدر تقلبوا عليه في جوجل، راه كاين الاطار المرجعي ديال الفيزيك، الاطار المرجعي ديال كل مادة. وصافي الكونكور كيكون في العادة خص غير تكون كتخدم لي كلاسيك مثلا في الماط والفيزيك، الواحد يحاول يخدم غير مثلا
ها انت ساليتي مثلا الدرس ديال الماط وديال الدرس الفيزيك، حاول ترجع للدار تخدمه في ديك النهار فاش كيكون، حيت كيكون مازال كما كنقولوا في خي، مازال طري في عقلك، تخدمه ديري الغازومي ديالو باش ديك لا بيريود اللي قبل الكونكور ماشي الواحد كتشوف بزاف ديال الناس كيمشيو كيهزوا معاهم، حيت راه كما كنقول لكم حنا كنديروا كما قلت لك سيو كنقراو من 8 12 ل 2 6 وعاد لا بيريود ديال ليكول، راه كيكونوا عندنا دي روجيستر ديال الماط والفيزيك، راه مثلا في العام مثلا انا درست شي دو روجيستر ديال الفيزيك والمات، كان عندي روجيستر وشويه من روجيستر ثاني، راه لا كونتيتي كبيره ديال الدروس، دونك ما غاديش تجي وتحس داكشي كامل وديه معاك مثلا اللي كتب شي فرنسا ولا غادي تمشي باش الاخر باش تدوز سي ان سي، غادي تراجع داكشي كامل عاد من بعد فاش تسالي هادشي تخدموا لي زيكستراس كونكور، وداكشي لي زيكستراس كونكور تخدموهم بشكل تدريجي، زعما تبداو مثلا بزيكستري ديال السي ان سي مع ديال السي سي بي، او ثاني تدوزو لديكشي لي زيكستري ديال المين ديال السونترال، وعاد اللي بغيتو تزيدو تخدموا لي زيكستري ديال الاكس ولا لو ان اس، هادو اللي كيكون النيفو ديالكم تبارك الله طالع. المهم سي زهير بعدا نسولك على شنو درتي، شنو المدرسه اللي درتي بعد ديريكتوم من بعد الباك؟ دوزت كونكور لو ان سي جي بوحدو، المهم دوزت لي كونكور الاخرين، مي لو ان سي جي بوحدو اللي جبته درت هو الاول كازابلانكا. انا صراحه ما كنتش عارف سطات بلي زعما هي اول وحده في لو ان سي جي زعما في المغرب، كنت سحاب ليا كازا. المهم درت كازا هو الاول، سطات هو الثاني. دوزت صراحه بريباريت في الدار، بريباريت مزيان، بريباريت في 4 ايام الاخر قبل الكونكور صافي، بريباريت مزيان من يوتيوب زعما، جبت السؤال الاول الحمد لله صافي. الحاجة الوحيدة اللي كنت اللي كان اللي زعما اللي جبتها اللي هي لوين سي جي كازا، هي اللي درتها في درتها تقريبا، بقيت شهرين قريت بلي. المهم انا ماشي ماشي متأدبتيتش بزاف صراحة مع داكشي ليكونومي، ما كانش عندي معاها، حيت انا كان عندي مع الانجينيوري. المهم حيت كنت باك زعما سيونس مات بي صافي، قريت على شهرين تقريبا. المادة الوحيدة اللي كنت كنخفف فيها في مزيان هي الماط، حيت الماط كان داكشي زعما عادي، ما نقولش ساهل زعما، حيت بالنسبة لي أنا عادي داكشي. المهم دوزت شهرين صافي، قلت اللهم ما حاجة اللي ما ممكن غتقراها بزز راه ما تقدرش ما ترشحش من بعد، ضروري غيبقى زعما الضغط وهادي خصك تفهم، خصك اللهم. انا درت زعما ايكول بريفي بريبا انتيغري انفورماتيك، جيني انفورماتيك في واحد المدرسه اللي هي دي سيم كاينه في غاندي. المهم هادي كتقرا 5 سنين وفيها دوبل ديبلوماسيون، زعما كاين دو زاني بريباراتوار زعما، المهم دو زاني كلاس بريبا انتيغري، من بعد تخوازيام اني كتختار زعما لا فيديير، زعما كاين فيديير ديال سيبر سيكوريتي انتيليجنس ارتيفيسيال والاخر مع نسيت سميت. المهم صافي صافي، انا في نوفمبر، وكان في نوفمبر دخلت لسيم. المهم واخا كنت معطل شويه مي كنت غاترابي، فهمتي كنت غاترابي داكشي اللي فاتني. المهم المواد دغيا اللي كنقراو، المواد اللي كنقراو هما كاين، المهم غندوزهم دغيا، كاين لونجلي الفرونسي، كاين الماط كنقراوه حتى هو، كاين حتى الفيزيك سكسو الالكترونيك وميكانيك، بصح ما كنقراوهش ميكانيك ما قريناهاش، كنقراو اس اي داخل في الشيء الالكترونيك. المهم كاين بيتون اللي واحد لوجيسيال ديال الانفورماتيك، لونغاج ديال الانفورماتيك، المهم راه معروف. وقرينا موديل خاص سميتو الغوريتي بروغراماسيون، قرينا فيه لونغاج سي. المهم الشيء اللي قرينا، المهم داكشي عادي زعما. بالنسبة للدوبل ديبلوماسيون هي مثلا وقعنا في التخوازيماني كاين دي زيكول في زعما، كاين دي زيكول في الخارج مثلا وقعنا في فرنسا، المهم ما عنديش عليهم معلومات بزاف، مي كاين زعما ملي كتقرا عامين في ليسيم وكتجيب نقط مزيانين كيقدروا يديوك تقرا زعما برا، فهمتي دوبل، داكشي علاش سميتها دوبل ديبلوماسيون. المهم باش نقول لك شي حاجه اخرى ما عرفتش، هادشي اللي كاين واقيلا. وانت معود تكمل 5 سنين ديالك في ليسيم ولا باغي دير دوبل ديبلوماسيون ولا تمشي دوز سي ان سي؟ انا الصراحه كان المهم عجبني زعما، ما عرفتش الصراحة على هاد العام هذا هو اللي غيقرر،
فهمتي. انا صراحه هذا الصيف فكرت شويه، قلت زعما ندوز سي ان سي باش فهمتي 5 سنين في نفس ليكول بزاف، دونك المهم قلت زعما نحاول نوجد شويه سي ان سي ندوزو. لا جبتو راه مزيان، لا ما جبتوش راه ما كتبش، زعما نقدر نكمل عادي. نيت راه في التخوازيام اني راه كيديروا داكشي ديال السيبر سيكوريتي اللي كتعجبني صراحه، وفيها افاق مزيان، زعما فيها مستقبل مزيان. كاين تاني الانتيليجونس ارتيفيسيال تاي، مي انا كتعجبني السيبر سيكوريتي حيت داكشي زعما فيه زعما مطلوب بزاف في السوق. المهم سير باش قول. نتشير لواحد الحاجه، هو السي ان سي بعد باش تكلاسا، هو خصك تكلاسا مزيان، ما كتبقاش في نقطه، قد يكون واحد 12 هو الاول، حيت الامتحان ما كش ما كيشوفش هما النقطه، ماشي دايرين السوي بحال لي زيكول كيكونوا بوست باك، هما كيشوفوا كلاسمون، مثلا هذاك اللي جا مثلا 50 الاولين ولا 500 الاولين كيكون عندهم الحق يخسروا لي زيكول اللي بغاو، كيكونوا هما لا كريم دو لا كريم، ومن بعد كيدوزو كيبقى غاديين، وكيكونوا لي زيكول كيكونوا عندهم لي فيليير، وديك الفيليير كيكونوا كياخدوا على حساب الكلاسمون وصافي. زعما هو ثاني كنصيحة واحدة أخرى، في السي ان سي فاش تجيو دوزو سي ان سي، كاين بزاف اللي كاين نيجليجي كيبقى يخدم غير على الماتو الفيزيك، سورتو بريبا كيخدموا غير مع الماتو الفيزيك، كينساو ولا الاسي حتى هو، وكينساو الفرونسي التراديكسيون لونجلي، الوغ كو هاد المواد هما اللي في العاده كيطلعوا النقطه باش تجيب كلاس محسن. دونك من الاحسن الواحد يخدم على الماتو الفيزيك، وفي نفس الوقت يخدم على الماتيير سونتيفيك، وما ينساش لي ماتيير ليتيرال، حيت هو مثلا يقد يطيح مثلا امتحان ديال الماتو ديال الفيزيك يطيح صعيب على كل شيء، وفي الاخر سميتو هذاك اللي مزيان في الفرونسي ولا مزيان في التراديكسيون، لا هو اللي غادي، ما هو اللي جايجيب يقد مثلا انت دوزتي الصيف زعما العام كامل وانت كتخدم في الماتو الفيزيك، واحد خدم شويه ديال الفرونسي اكثر منك غيجي هو يجيب ايكول احسن منك، هو براسو ما خدمش الماتو الفيزيكي ما خدمش انت، وكيبقى كتبقى على التوازن، الواحد يخدم باتزان والاعتدال، راه ديننا دين وسطي واعتدال، وهذا ما كان المهم كنشكروك سي امين على هذا التفاعل ديالك معنا، اللي كنت انت كتقرا في كلاس بريبا لا ريزيدونس، دويتي لينا على زعما الكلاس بريبا اون جينيرال والمواد اللي كتقرا ولي كونكور ولي زيكول فرونسيز. كنشرف لينا، كنشرف لي انا دائما نتواجد معاك في هذا البودكاست هذا، الطرف ديالنا، زعما نتبادلوا العمل زعما طرف الحديث الدراسة ديالنا ان شاء وهذه، الله. زعما كان شرف كبير. وكنشكرو حتى السينور على هذا زعما اللي طار اللي زعما اللي وحتى نور وسفيان اللي تاهما شيرو معانا، زعما تفاعلوا معانا وعطاونا زعما الآراء ديالهم حول زعما الدراسة ديالهم التجارب ديالهم، زعما كان مزيان. نروح حتى زكريا هو اللي غادي يهضر ان شاء الله دابا شويه، كنتمنى ليه الأفضل زعما في اليوير، هو الله يعاونك امين ويسهل الله عليك. يحفظك. وشوف ما تخلعش، ماشي تجيك زعما الميدان الجامعي زعما صعيبة، خصك تولف وصافي.